تعالوا بقى من اخبار الكوره لاخبار الصالات. دخل النادي الاهلي هذا الاسبوع مجلس اداره النادي الاهلي، طبعا كان عنده اجتماع برئاسه الكابتن محمود الخطيب، عقد اجتماع هذا الاسبوع بمقر الاهلي بالجزيره لمناقشه العديد من الملفات المهمه اللي تخص قطاعات النادي المختلفه في الفتره الحاليه. وافق المجلس خلال الاجتماع على البدء في مشروع تجديد ارضيه صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، وذلك وفق افضل الخامات والمعايير العالميه لخدمه فرق النادي الاهلي. تقريبا احنا دايما متطورين في صاله الامير عبد الله الفيصل، دايما عندنا احسن بساط للارضيه، دايما عندنا التطور في مش بس صاله الامير عبد الله الفيصل، في كل الاماكن في النادي الاهلي سواء في الصالات او في الملاعب المفتوحه، في كل حاجه الحقيقه يعني. فبالتالي ده شيء مهم جدا. اهي طبعا معانا على الشاشه صاله الامير عبد الله الفيصل. الصاله دي يا جماعه تاريخ، جزء من تاريخ النادي الاهلي، والحفاظ عليها مهم جدا 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 يعني، وتطويرها طول الوقت ده نهج مجلس اداره النادي الاهلي. دي مش اول مره تتطور، ودايما الصاله دي فيها اعلى المواصفات واعلى الخامات، والصاله دي بيتلعب عليها كل تقريبا الباسكت والهاند بول والفولي كله بيلعب عليها.